أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام صلى بجماعته، فلما وصل إلى الركعة الثانية تذكر أنه على غير طهارة فأكمل الصلاة لأنه تحرج أن يخرج من الصلاة ويقدم من خلفه، فأعاد الصلاة بمفرده، فهل فعله صحيح؟ وماذا يلزمه إذا كان فعله غير صحيح؟ ما هو صحيح فعله، لا يجوز له يستمر في الصلاة وهو على غير طهارة. لكن المأمومون إذا كانوا يجهلون هذا صلاتهم صحيحة، أما هو فهو أخطأ ولازم يعيد الصلاة. نعم.